زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ظهر اليوم مطار دبي الدولي للوقوف على حركة المسافرين والتسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المطار واطمئنان سموه على راحة وسلامة مستخدمي هذا المنفذ الجوي الذي يصفه سموه ببوابة السلام التي تربط الشرق مع الغرب وتطل منها شعوب العالم على شعب دولة الإمارات للتعرف على ثقافته وحضارته الإنسانية العريقة. وقد استهل صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم زيارته يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. استهلها سموه بجولة ميدانية في المبنى رقم 3 الخاص بشركة طيران الإمارات حيث شاهد سموه الإجراءات المتبعة في تخليص وإنجاز معاملات المسافرين على متن طائرات اسطول طيران الإمارات العملاق واطمأن إلى سهولة هذه الإجراءات والزمن القياسي الذي تنجز به معاملة كل مسافر التي يرافقها الاحترام وتقديم العون والمساعدة لكل من يحتاجها خاصة كبار السن والأطفال والمرضى. وتوقف سموه ومرافقه في غرفة العمليات المشتركة بين طيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي تعكس الشراكة والتنسيق الجاد بين الجهتين لما في خدمة المسافرين وتوفير الجهد والوقت عليهم وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم. وقد استمع سموه من اللواء عبيد بن مهير الكتبي نائب المدير العام للإدارة العامة وشؤون الأجانب في دبي إلى أهمية هذه الغرفة التي تختص إلكترونيا بمعالجة بيانات المغادرين عبر المبنى رقم 3 ليصار في المرحلة الثانية إلى تطبيق هذا النظام الحديث والأول من نوعه في المنطقة في المبنيين الأول والثاني في مطار دبي الدولي خلال العام القادم، إذ يتم من خلال هذا النظام تحليل وتدقيق المعلومات الخاصة بكل مسافر للتسهيل عليه وتسريع مغادرته واختصار الوقت في وقوفه لا تتجاوز مدة وقوفه دقائق أو ثوان معدودات، ما يعني أن هناك طفرة نوعية في اختصار وقت الإجراءات المتبعة في مغادرة الركاب عبر تيرمينال طيران الإمارات منذ ما يقارب 5 أشهر مضت على تطبيق هذا النظام الذي يؤسس للانتقال إلى مرحلة التحول إلى النظام الذكي الكامل في مطار دبي الدولي وعلى مراحل. ثم انتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه إلى القسمين A و B في التيرمينال 3 عبر مترو المطار الداخلي وتابع بنفس إجراءات السفر والتفتيش على أمتعة المسافرين وختم جوازات سفرهم والمعاملة الطيبة التي تقدم لهم من قبل الموظفين المعنيين في أقسام المطار كافة. ثم عرج سموه على السوق الحرة واطلع على محتوياتها وأسعار السلع التنافسية التي توفرها السوق لزبائنها من المغادرين. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أعرب في ختام جولته في أرجاء المبنى 3 والأقسام التابعة له عن ارتياحه لكل التسهيلات التي يحظى بها المسافر والتي هي من حقه كما قال سموه، مشددا على المعاملة الإنسانية والكلمة الطيبة التي تسعد المسافر مهما كانت ثقافته أو جنسيته أو لغته. ووجه سموه المسؤولين في المطار الذين يمثلون جهات حكومية عدة وعلى رأسهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم بأن يترجموا هذه الخصال الحميدة والشيم العربية والإسلامية الأصيلة إلى فعل على الأرض كي يظل مطار دبي الدولي ملتقا لثقافات العالم وتناغمها وأيقونة للسعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر وأحد منافذ دولتنا العزيزة التي تعكس حضارة شعبنا وإنسانيته وإبراز دولتنا بحبها للآخرين وإيمانها الراسخ بالسلام والتعايش
الذي يصنع المستقبل الملائم والآمن للأجيال الواعدة.